بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. عاوز أتكلم عن بعض الأخطاء اللي ممكن تحصل مننا في جلسة الغسيل الكلوي، واللي بتكون بدون قصد طبعا، لكن بيكون ليها أثر سلبي على المريض، سواء كانت بتحصل في بداية الجلسة أو أثناءها أو حتى في نهايتها، عشان نتلافاها وتمر جلسة الغسيل بسلام وأمان على المريض إن شاء الله. والخطأ اللي أنا هتكلم عنه في الفيديو ده هو عدم الانتباه إلى مستوى الكوندكتيفيتي على الجهاز، والنقطة دي تحديدا فيها خطأ قاتل. حرفيا قاتل، هنتكلم عنه في نهاية الفيديو ان شاء الله. بعض زملائنا من التمريض طالما شايف ان مفيش الارم كوندكتيفيتي على الجهاز قدامه، فبيوصل للمريض وبيبدأ جلسة الغسيل مباشرة من غير ما يراجع مستوى الكوندكتيفيتي، هل هو موافق للبريسكرايب صوديوم اللي هو طالبه من الجهاز ولا لا. وزي ما وضحنا قبل كده ان البريسكرايب صوديوم مقصود به نسبة الصوديوم اللي انا طالب من الجهاز انه يوصلها للمريض اثناء جلسة الغسيل. طيب هل الموضوع ده مهم؟ طبعا مهم، ومهم جدا، وممكن بسببه تحصل كارثة لا قدر الله، وده اللي خلاني اعمل الفيديو ده تحديدا. من يومين بتكلم مع احد الاصدقاء فحكالي ملابسات وفاة احد المرضى اثناء جلسة الغسيل، ولما دققت تفاصيل الواقعة اقتنعت ان ده حصل بسبب خطأ. طبعا الاعمار بيد الله وكل شيء بقدر، لكن في اسباب وربنا امرنا اننا نتوكل عليه سبحانه وتعالى وناخد بالاسباب. اللي حصل ان الكوندكتيفيتي على الجهاز كانت عند مستوى 13 ملي سيمنز بير سنتيمتر، والممرض كان ظابط البريسكرايب صوديوم على 140 ملي مول لكل لتر. بعد ربع ساعة من الجلسة بدأ المريض في حالة نهجان مستمر وصعوبة في التنفس وعرق شديد وهبوط حاد، ودخل بعد كده في حالة قيء مستمر، والمضاعفات دي بدأت تزيد بشكل سريع والحالة اتدهورت جدا والمريض دخل في غيبوبة. لما وصل الطبيب قرر انه يتم نقل المريض للعناية المركزة بسرعة، وبعد ما دخل العناية بمدة بسيطة توفاه الله. ربنا يتقبله في الشهداء ويجازيه خير على صبره على الابتلاء. فين بقى الخطأ في الموضوع ده؟ الحقيقة عندنا خطأ، وخطأ مزدوج من الممرض ومن الطبيب. وانا هنا مش بفتقت على حق زملائي اللي ليهم مني كل الاحترام والتقدير، واللي نوهت في البداية ان الخطأ ده غير مقصود عشان اصدقائنا ما يزعلوش. انا دايما بقول ان ممرض الكلى او ممرضة الكلى هي العنصر الاصعب في معادلة الغسيل الكلوي، لان الطبيب بيتعامل مع المريض والمهندس بيتعامل مع الجهاز، لكن الممرضة او الممرض بيتعامل مع الاثنين، مع المريض ومع الجهاز. فكل ما كان الممرضة عندها مهنية عالية وكفاءة في شغلها، بتكون أحد أهم أسباب ربنا سبحانه وتعالى في الحفاظ على حياة المريض ده وجودة حياته، وكمان الحفاظ على الجهاز من الناحية الأخرى. من أول بقى تركيب الإبر في دراع المريض ومتابعة المريض أثناء الجلسة ومتابعة الجهاز نفسه وتعقيمه بشكل جيد، كل ده محتاج حرفية ومهارة خاصة. وبالمناسبة أنا لا أنتمي للطاقم الطبي، أنا مش طبيب، أنا مهندس صيانة، عشان أصدقائنا اللي بيوجهوا لي باستمرار أسئلة طبية بحتة، أنا أعمل في المجال ده منذ فترة طويلة وعندي شوية خبرة، لكن يبقى الطبيب طبيب والمهندس مهندس. لكن في منظومة غسيل الكلى كلنا بنتعلم وبنعلم بعض، وزي ما في ناس عندها قصور في بعض النواحي، في ناس تانية عندها درجة عالية من المهنية والكفاءة، وواجبنا جميعا أننا في المنظومة دي نتداول المعلومات فيما بيننا لتعم الفايدة. طيب خطأ الممرض فين؟ أنه ما راجعش مدى التوافق بين مستوى البريسكرايب صوديوم اللي طلبه من الجهاز مع مؤشر الكوندكتيفيتي. ازاي؟ خلينا نسأل سؤالين، وإجابة السؤالين دول هتوضح لنا النقطة دي. السؤال الأول، لو أنا طالب البريسكرايب صوديوم مثلا يكون 140، المفروض مؤشر الكوندكتيفيتي يكون عند مستوى كام؟ ال 140 دي تترجم على شاشة الكوندكتيفيتي كام؟ السؤال الثاني، هو الصوديوم اللي بيوصل لدم المريض المستوى اللي عنده مؤشر الكوندكتيفيتي، ولا المستوى اللي أنا طالبه في البريسكرايب صوديوم ده ولا ده؟ بالنسبة للسؤال الأول، لو لاحظنا وحدة القياس في البريسكرايب صوديوم هنلاقيها ملي مول بير لتر، ووحدة القياس للكوندكتيفيتي هنلاقيها ملي سيمنز بير سنتيمتر. وحدتين قياس مختلفين تماما، نجيبهم لبعض ازاي؟ بالنسبة للوحدة الاولى اللي بتقيس مدى تركيز عنصر معين مذاب في محلول، يعني ايه؟ يعني لما اقول ان البريسكرايب صوديوم 140 ملي مول في اللتر، يبقى عدد المولات من عنصر الصوديوم المذابة في 1 لتر من محلول الغسيل هو 140 ملي مول. يبقى هنا
أنا بقيس مدى تركيز العنصر في المحلول. بالنسبة للوحدة الثانية بتقيس التوصيلية الكهربية لمحلول الغسيل، فكل ما زادت عدد المولات المتأينة من العناصر في المحلول هتزيد التوصيلية الكهربية بتاعته، ووحدة قياسها ملي سيمنز لكل سنتيمتر. الحقيقة في معادلات كتير ومعاملات تحويل بينهم، واحنا هنا مش بصدد تفصيل النقطة دي قوي لأنها مش هتهمنا كتير، لكن مجازا ملخص المعادلات دي إننا بنقسم الرقم بتاع البريسكرايب صوديوم على 10 يدينا الرقم المفترض للكوندكتيفيتي. بمعنى لو أنا طالب من الجهاز بريسكرايب صوديوم 140 ملي مول بير لتر، المفروض مؤشر الكوندكتيفيتي يكون عند مستوى 14 ملي سيمنز بير سنتيمتر، مع بعض السماحية 2 فوق أو 2 تحت، يعني من 13.8 من 10 ل 14.2 من 10 مثلا. لكن ما لقيش مؤشر الكوندكتيفيتي عند 13 وأنا طالب 140، هنا بقى في خطورة. ليه؟ نجاوب بقى على السؤال التاني اللي هيقول لنا الخطورة فين. هي نسبة الصوديوم اللي بتوصل لدم المريض، هل هي المستوى اللي عنده مؤشر الكوندكتيفيتي ولا المستوى بتاع البريسكرايب صوديوم؟ بداية المفروض ان الجهاز لو معمول له معايرة بشكل جيد ووحدة معالجة المية بتخرج RO water مناسب للغسيل ومحاليل الغسيل المستخدمة ذات جودة ومواصفات قياسية، يبقى المفروض النسبتين يكونوا متطابقين. يعني لو انا طالب بريسكرايب صوديوم 140 يبقى الاقي مؤشر الكوندكتيفيتي عند 14 او اعلى قليلا او اقل قليلا، ويبقى نسبة الصوديوم اللي بتوصل للمريض هي 140 ملي مول بير لتر. طب لو عندي مشكلة بقى في معايرة الجهاز او وحدة معالجة المية او محاليل الغسيل غير جيدة او منتهية الصلاحية زي ما بنشوف كتير، خاصة العبوة بي الخاصة بالبيكربونات، لو مش بستخدم كبسولات وبدوب البودر بشكل يدوي ممكن المحلول يكون مخفف شوية او مركز شوية. في الحالة دي مش هيكون في تطابق بين البريسكرايب صوديوم ومؤشر الكوندكتيفيتي. طب مين فيهم اللي بيوصل لدم المريض اثناء الجلسة؟ اللي هيوصل للمريض هو المستوى اللي عنده مؤشر الكوندكتيفيتي، لان الكوندكتيفيتي سيل او خلية قياس الاملاح محطوطة في نهاية مسار محلول الغسيل قبل دخوله للفلتر، وبالتالي هي اللي بتشير الى النسبة الفعلية من الاملاح اللي هتوصل لدم المريض. يعني لو البريسكرايب صوديوم عند 140 ومؤشر الكوندكتيفيتي عند 13، يبقى اللي هيوصل للمريض فعليا هو ال 13 اللي هي هنترجمها ل 130 ملي مول بير لتر. يعني مؤشر الكوندكتيفيتي في الحاله دي هيكون اقل ب 10 ملي مول من البريسكرايب صوديوم اللي انا طالبه من الجهاز. الخطوره فين بقى على المريض هنا؟ عندي حالتين. الحاله الاولى ممكن المريض اصلا يكون ضغط دمه منخفض ونسبه الصوديوم اللي هياخدها من جلسه الغسيل اللي هي 130 في الحاله دي هي نسبه منخفضه جدا. احنا عارفين ان مستوى الصوديوم الطبيعي في الدم بيكون من 135 ل 145 ملي مول بير لتر، فكده ضغط دم المريض هينخفض اكتر، ولو بسحب منه ميه اثناء الجلسه هيكون في صعوبه شديده وهيحصل له شد وكرامبات، لان الميه هتكون محبوسه داخل الخلايا في جسم المريض، والقاعده العامه بتقول ان الماء يوجد حيث يوجد الصوديوم. تركيز الصوديوم في الحاله دي هيكون اكتر داخل الخلايا، فهيسحب الميه معاه داخل الخلايا وهيمنع خروجها، وجهاز الغسيل بيسحب الميه من بلازما الدم اللي موجوده خارج الخلايا، اللي هي كميه الميه الزياده عن الوزن الجاف اللي انا بحطها على الجهاز اللي هي 3 كيلو او 2 كيلو ونص، فواحد بيسحب الميه للداخل والجهاز بيسحب الميه للخارج، والنتيجه هتكون الكرامبات والتشنجات والمضاعفات الكتير اللي بتحصل للمريض. الحاله الثانيه العكس بقى، لو المريض بيشتكي من ارتفاع ضغط الدم، فالطبيب بجانب الادويه اللي بيديها للمريض عشان ضغطه ينخفض ممكن يعدل في بعض المتغيرات في الجلسه ومنها مستوى الصوديوم، فبيقول للتمريض خلي مستوى الصوديوم على الجهاز عند 130. الممرضه بتظبط البريسكرايب صوديوم على 130 في اول الجلسه. على نفس الجهاز ده قبل كده طلبنا بريسكرايب صوديوم 140 ادانا مؤشر كوندكتيفيتي عند 13، يبقى لما اطلب بريسكرايب صوديوم 130 زي ما الطبيب طلب هيدينا مؤشر الكوندكتيفيتي عند كام؟ قول انت بقى، عند 12. لا، هو هيدينا الارم كوندكتيفيتي، لان لو نلاحظ ان اقل قيمه هي 12.8 من 10 على مؤشر الكوندكتيفيتي، فالممرضه او الممرض ممكن ما ياخدش باله ويشغل الجهاز على الوضع ده ويشغل الوقت والسحب وينتقل للتركيب لمريض اخر وتمشي الجلسه كده او جزء كبير منها، وطالما في الارم كوندكتيفيتي مفيش غسيل بيتم، الجهاز بيدخل باي باس مود، فبيبقى الدم بيدخل ويخرج من الفلتر بدون غسيل، وطبعا ده له اثار سلبيه كتير منها تكسير كرات الدم الحمراء. بالمقابل بقى وبالقياس
القياس برضو لو مؤشر الكوندكتيفيتي المرة دي هو اللي اكبر من البريسكرايبد صوديوم ب 10 ملي مول، يعني البريسكرايبد صوديوم اللي انا طالبه من الجهاز 140 ومؤشر الكوندكتيفيتي لقيته عند 15، هنا اللي هيوصل للمريض فعليا اثناء الجلسة هو ال 15 اللي هنترجمها ل 150 ملي مول بير لتر، واللي هو اكبر بكتير من المستوى الطبيعي للصوديوم في الدم. هتكون النتيجة ارتفاع ضغط الدم جدا، والمشكلة الاخطر كمان هي الاحساس المستمر بالعطش اللي هيصيب المريض لان اديته صوديوم كتير او ملح كتير، فهيرجع البيت يشرب مية كتير ووزنه يزيد جدا، ويجي الجلسة اللي بعدها عاوز يسحب الوزن الزيادة ده كله، والمريض هيدخل دايرة مغلقة كلها مشاكل. طيب التمريض المفروض يعمل ايه عشان نتجنب ده كله من البداية؟ حاجة بسيطة جدا، في بداية الجلسة يتأكد من مدى التوافق بين البريسكرايب صوديوم مع مؤشر الكوندكتيفيتي، ان الفرق بينهم يكون قليل، درجة درجتين فوق او تحت، قبل ما نستعجل ونوصل المريض على الجهاز. طب لو لقى الفرق كبير يبقى السبب هيكون احتمال من ثلاثة، اما من وحدة معالجة المية مش بتخرج RO water بالمواصفات القياسية، واما من حليل الغسيل الموجودة قدام الجهاز اللي هم العبوتين A و B اللي الجهاز بيسحب منهم، ممكن تكون واحدة منهم فيها مشكلة او الاثنين، والاحتمال الثالث ان جهاز الغسيل نفسه يكون فيه مشكلة. طيب هل نقدر نحدد مين من الثلاث حاجات دول هو سبب المشكلة؟ ايوه، وبسهولة. لو السبب من وحدة معالجة المية هنلاقي كل الاجهزة الموجودة في الوحدة فيها نفس المشكلة، لان مشاكل وحدة المعالجة بتكون عامة لانها مصدر التغذية الوحيد بالار او ووتر، والمشكلة في الحالة دي غالبا هتكون كوندكتيفيتي عالية جدا لان المية خارجة من وحدة المعالجة ومعاها نسبة املاح، مش بيور ووتر، مش ماء نقي يعني زي ما المفروض يكون، فالمية فيها املاح والجهاز كمان بيسحب املاح من العبوتين اللي قدامه، النتيجة النهائية هتكون كوندكتيفيتي عالية جدا. فلو لقينا ده حاصل يبقى نبلغ مسؤول صيانة وحدة المعالجة يجي يشوف المشكلة ويحلها. طيب لو المشكلة ظهر في جهاز واحد فقط يبقى هنستبعد شوية وحدة المعالجة وهنروح للاحتمال الثاني وهو مشكلة في محاليل الغسيل. هنعمل ايه؟ برضو الحل بسيط، اننا نبدل العبوتين اللي قدام الجهاز اللي فيه المشكلة ده مع عبوتين تانيين كانوا قدام جهاز اخر يعمل بشكل جيد، وننتظر 5 دقايق ونشوف لو المشكلة اتنقلت للجهاز السليم يبقى عبوة من الاتنين دول فيها مشكلة، نغير واحدة منهم عشان نحدد المشكلة في مين فيهم تحديدا، ولما نكتشفها نستبدلها وبكده نكون حلينا المشكلة. طب لو لقينا ان المشكلة لازالت موجودة في الجهاز يبقى محاليل الغسيل سليمة، وهنروح للاحتمال الثالث وهو ان جهاز الغسيل نفسه هو اللي فيه مشكلة، ندخله تعقيم حراري كمحاولة اولى يعني، وبعدين نجربه تاني ونشوف المشكلة اتحلت ولا لسه موجودة. لو لسه موجودة يبقى نبلغ مسؤول صيانة الجهاز يجي ويشوف المشكلة ويحلها. تعالوا بقى نشوف الخطأ القاتل اللي بيحصل. احيانا بعض الاجهزة بيكون ملغي فيها التست او تي 1 تيست، يعني الجهاز بيدخل على البرايم مباشرة ما بيمرش بمراحل التست، والممرضة او الممرض بيلاقي ان في الارم كوندكتيفيتي وعاوز يبدأ الجلسة بسرعة وعاوز يحل المشكلة لان المريض على السرير ووحدة الغسيل مزدحمة بالمرضى ومفيش مكان والمريض مستني الجهاز والكلام اللي كلنا بنشوفه، فبيحاول يحل المشكلة، فبيبدأ يرفع البريسكرايبد صوديوم لقيمة كبيرة عشان مؤشر الكوندكتيفيتي يرفع نوعا ما وما يبقاش فيه الارم، فممكن يخلي البريسكرايبد صوديوم على 145 او حتى ممكن يوصله ل 150، فمؤشر الكوندكتيفيتي يرفع فعلا لحد 13 مثلا، وبكده ضاع الالارم ويعتقد خطأ انه كده ساهم في حل المشكلة والمريض خلاص هيوصل على الجهاز الحمد لله وجزاه الله خيرا. والحقيقة انه ارتكب خطأ غير مقصود لكنه خطأ قاتل. ازاي؟ ممكن الجهاز في الحالة دي يكون بيسحب من العبوة ايه فقط اللي هي الاسيد كونسنتريت اللي تركيز الصوديوم فيها 105 وتركيز البايكارب 0 اللي هي العبوة اللي بنحط فيها الانبوب الاحمر، وما بيسحبش من العبوة بي اللي هي البايكربونيت كونسنتريت واللي تركيز الصوديوم فيها 35 وتركيز البايكارب 32، العبوة اللي بنحط فيها الانبوب الازرق او الكبسولة لو هنستخدم كبسولة، بسبب ان مضخ البايكارب لا تعمل مثلا او فيها سدد في مسارها او غيره. طب انا ليه ذكرت البايكارب هنا وما اكتفيتش بالصوديوم؟ لان الكارثة اللي هتحصل دلوقتي هتكون بسببه. ازاي؟ واحدة واحدة مع بعض. المفروض ان لو الجهاز بيسحب من عبوة واحدة فقط يديني الارم كوندكتيفيتي، ده الوضع الطبيعي لان نسبة الصوديوم في العبوة ايه 105، يعني ممكن نترجمها الكوندكتيفيتي كام بالظبط؟ 10.5، واقل قيمة كوندكتيفيتي على الجهاز على المؤشر هي 12.8، يبقى الجهاز هيديني الار
وهيدخل باي باس مود، لا هياخد من المريض حاجه ولا هيديه حاجه عشان يحميه لحد ما الالارم ده يروح. ده الوضع الطبيعي. المشكله فين بقى؟ ان في بعض الشركات للاسف اللي بتنتج عبوات محاليل الغسيل لا تلتزم بالمواصفات القياسيه لنسب الاملاح اللي هي بتكتبها على الاستيكر بتاعها، وغالبا بيكون تركيزها اعلى من اللي مكتوب على الاستيكر الخارجي. يعني الصوديوم مثلا هيكون اكتر من 105 ملي مول في اللتر، ممكن يوصل ل 115 او حتى 120. والممرض لما بيرفع البريسكرايبد صوديوم ل 145 او 150 بيزود من معدل سحب المضخه، فبيساعد ان تركيز الصوديوم ممكن يوصل ل 128 او 130، واللي هيترجم ل 12.8 او 13 على مؤشر الكوندكتيفيتي، وبكده هيتجاوز الحد الادنى اللي كان بيديني الارم، ويختفي الالارم والجهاز هينهي حاله الباي باس مود ويبدا جلسه الغسيل. تعالوا بقى نتخيل ايه اللي هيحصل في فلتر الغسيل. عندي الدم بيتدفق داخل الشعيره، نسبه الصوديوم فيه ممكن تكون حوالين المعدل الطبيعي من 135 ل 145، ونسبه البايكارب منخفضه جدا كعاده مريض الغسيل الكلوي، انه غالبا بيكون عنده حموضه، فنسبه البايكارب عنده ممكن تكون من 17 ل 20 ملي مول في اللتر، واحنا عارفين ان المستوى الطبيعي للبايكارب بيكون من 26 ل 28، وده المستوى اللي بنحاول نخلي المريض يخرج بيه بعد جلسه الغسيل. في المقابل محلول الغسيل بيتدفق خارج الشعيره، نسبه الصوديوم فيه في الحاله دي على اقصى تقدير هتكون من 128 ل 130 ملي مول في اللتر، ونسبه البايكارب صفر، لان البايكارب احنا بنحصل عليه من العبوه بي، والجهاز فيه مشكله وما بيسحبش من العبوه بي، اذا مفيش بايكارب في محلول الغسيل. زي ما شرحنا في فيديوهات سابقه ان طبيعه الحركه الانتقاليه في فلتر الغسيل بتعتمد على الديفيوجن او الانتشار السلبي للجسيمات من منطقه التركيز الاعلى لمنطقه التركيز الاقل، وفي الحاله دي التركيزات الاعلى في كل حاجه غالبا هتكون في دم المريض مش في محلول الغسيل. يعني لو جينا للصوديوم مثلا، تركيزه في الدم في الحاله دي 135 وفي محلول الغسيل تقريبا 130، اذا هيحصل الانتشار في اتجاه محلول الغسيل لان هو الاقل، لحد ما التركيز يبقى متعادل في الناحيتين داخل الشعيره وخارج الشعيره. يعني هيبقى تركيزه 132.5 في الدم اللي راجع للمريض و132.5 في محلول الغسيل اللي هيروح بعد كده للصرف عن طريق الجهاز، وبالتالي ضغط دم المريض هينخفض اكتر بمرور الوقت لانه داخل للفلتر بتركيز 135 وخارج ب 132، وتبدا اعراض زي الدوخه والهبوط وبطء التنفس وغيره. ومهما دي محاليل ملح او سلاين عشان ارفع ضغط الدم، طول ما هو على الجهاز الجهاز هيسحبها منه عن طريق فلتر الغسيل. دي حاجه. الحاجه الثانيه الخطيره والقاتله هي البايكارب، والبايكارب عنصر قلوي، عن طريقه بنقلل حموضه الدم وبنحافظ على مستوى البي اتش انه يبقى في الحدود الطبيعيه. نسبته في الدم عند مريض الغسيل الكلوي هتكون تقريبا على احسن تقدير 20، ونسبته في محلول الغسيل صفر في الحاله دي، فهيحصل الانتشار ايضا في اتجاه محلول الغسيل لحد ما نسبه البايكارب تتعادل في الناحيتين. يعني فلتر الغسيل هيسحب من ال 20 الموجودين في الدم 10 ويديهم لمحلول الغسيل اللي هيخرج بعد كده للصرف عن طريق الجهاز. فتخيل كده، بدل ما ادي المريض بايكارب عشان اقلل نسبه الحموضه وارجع مستوى البي اتش للوضع الطبيعي، لا، ده انا كمان بسحب الشويه اللي فاضلين عنده، وتوابع ده هي اللي ذكرناها مع المريض اللي توفاه الله. من المضاعفات اللي ممكن نشوفها ان هجان المستمر للوهله الاولى، ممكن الطاقم الطبي يعتقد ان المريض حصل له مشكله في الجهاز التنفسي ويبدا يتصرف على الاساس ده، يلا بينا على العنايه المركزه وعاوزين جهاز تنفس صناعي وادويه لسهوله التنفس، وكل ده لا يسمن ولا يغني من جوع، لان مفيش مشكله في الجهاز التنفسي، ان هجان ده رد فعل طبيعي من الجسم. اللي حصل هو ان لما مستوى البيكربونات قل جدا في الدم ارتفعت نسبه الحموضه. احنا قلنا في الحلقه رقم 9 على قناه اليوتيوب، ويا ريت نراجعها عشان نفهم النقطه دي كويس، ان البيكربونات هو ايون سالب مسبب للقلويه، وان الهيدروجين هو ايون موجب مسبب للحموضه. في حالتنا دي ارتفعت نسبه الحموضه مش عشان ارتفاع نسبه الهيدروجين في الدم، لا، ارتفعت لان نسبه البيكربونات القلوي هو اللي انخفض بسبب مشكله في جهاز الغسيل. فالجسم بيعمل رد فعل سريع عشان يحاول يقلل الحموضه اللي ارتفعت فجاه عن طريق اكتر من حاجه. اولا في الانسان الطبيعي بيروح للكلية عشان تفرز او تعيد امتصاص اكبر قدر ممكن من البيكربونات القلوي وتحتفظ بيه، لكن في حاله مريض الغسيل الكلوي الكليه متوقفه، فالجسم هيعتمد على الجهاز التنفسي
ان المريض هتلاقيه بيتنفس بسرعة لدرجة النهجان عشان يخرج اكبر قدر ممكن من ثاني اكسيد الكربون، واللي هينعكس على خفض نسبة الهيدروجين في الدم ومعاه تقل الحموضة نوعا ما. لكن للأسف الجسم مش هينجح في كده. ليه؟ لان زي ما قلنا سبب ارتفاع مستوى الحموضة مش زيادة مستوى الهيدروجين اللي هقلله عن طريق التنفس، لا، سببه انخفاض مستوى البيكربونات القلوي في الدم، فمستوى الحموضة هيفضل مرتفع. حاجة تانية، ان الجسم هيحاول يقلل الحموضة عن طريق المعدة، لاننا عارفين ان اكبر نسبة حموضة في الجسم موجودة في المعدة، تقريبا البي اتش 2، فهتلاقي المريض عنده ميل للقيء المستمر، والطاقم الطبي هيبدأ يدي المريض حاجات تعالج الحموضة او تمنع القيء، وبرضه مش ده الحل، لان الجسم بيحاول يخرج اكبر نسبة حموضة ممكنة عن طريق القيء ده، وبالتالي اذا استمرينا في التعامل مع الاعراض بس المريض هيموت. طب ايه الحل؟ الحل بسيط وسهل، لان كل المشاكل والمضاعفات دي سببها هو حدوث خلل في توازن مستوى الاملاح او الالكترولايتس في الدم، وبالتحديد في مستوى البيكربونات في الدم. الحل اننا نرجع التوازن تاني لمستوى الاملاح دي بسرعة. ازاي؟ لازم فورا ننقل المريض على جهاز اخر سليم، نشيله كده ونحطه على الجهاز اللي جنبه بسرعة، ونرفع تركيز البيكرب عليه، نخليه بلس 6 او بلس 8 عشان اعوض المريض بسرعة عن البيكرب اللي جسمه فقده بسبب مشكلة الجهاز الاول، ونديه جرعة محلول ملح سالاين سريعة كده عشان نرفع نسبة الصوديوم تاني في الدم بسرعة، او نرفع تركيز الصوديوم على جهاز الغسيل، بس محلول الملح هيكون افضل لانه اسرع في التأثير، لان بيتم حقنه مباشرة في الدم، مش لسه هيدخل فلتر الغسيل ويحصل له انتشار، هياخد وقت. والثانية في الحالة دي بتفرق في حياة الانسان، ونجيب جهاز تنفس صناعي يساعد معانا برضو لو لزم الامر، وبكده نكون صححنا تاني تركيز الاملاح او الالكترولايتس في الدم، ده قبل ما يروح للعناية المركزة، او تكون العناية المركزة فيها جهاز غسيل، وده هيكون افضل طبعا، وطبعا ده كله بيتم تحت اشراف طبيب الكلى وطبيب العناية المركزة لو لزم الامر. وان شاء الله في خلال نص ساعة هيكون المريض رجع لوضعه الطبيعي واستقر تماما. ارجو اني اكون قدمت شيء مفيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.